لو الحكاية فيها إن فيتو أنا اسم عيسى. عيسى ورغم إنك كرست إنك إن بتحب فوانيس رمضان وشهر عادي بلاش دعوة بلاش طب يا مصر إيه الجديد بقى فوانيس رمضان السنة دي؟ لا بصي حضرتك هنا أحسن تشكيل هنا الناس هنا بتيجي هنا حد من اسرتك او اخواتك بيشتغل في فوانيس رمضان برضو؟ لا انا بس انت بس بتحب فوانيس رمضان. انا في التجاره والجو ده وانا بخش الجو ده غريب غير حاجات التقليديه الملابس والاكسسوار مش عارف ايه شوف حاجه تاني جوه الشخص ده بيدور على ايه النهارده الفلكلور بقى الجو ده بص بقى دي عياشه بقى فوانيس في مرفع رمضان بص انا انواع الفوانيس بص حضرتك الشغل ده متعرفش بالفيه ده في الفلكلور المصري ده هلال وفانوس وفين ماكنه في الراجل ده بتاع البطاطا بتاع البطاطا عايش بقى جو زمان بص بقى هو فتح الدم فرن الكنافة دي بقى جميلة جميلة هنا بقى الشغل اليدوي هو ده الشغل اليدوي لجميع المقاسات بتاعتنا هنا في بقى التنورة التنورة بص التنورة دي عرق سوس في